يقول أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجع، وأنت نقطة باء مع توحدها بها جميع الذي في الذكر قد جمع، وأنت والحق يا أقضى الأنام به غدا على الحوض حقا تحشران معا، وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس ما قرعا، وأنت زوج ابنة الهادي إلى سنن من حاد عنها عداه الرشد فانخزعا، وأنت صنو نبي غير شرعته للأنبياء إله العرش ما شرعا، وأنت من بنداه عز من طمعا، وفي جدا من سواه ذل من قنعا، وأنت ذو منصل صل ينظنظ في غمد كلغد لمكر الكفر قد بلعا، وأنت ضئضئ مجد في مدى أمد قد فصل الدهر أوصالا ومن قطعا، وأنت من حمت الإسلام وفرته ودرعت لبدتاه الدين فادرعا، وأنت من فجع الدين المبين به ومن بأولاده الإسلام قد فجعا، وأنت أنت الذي يلقى الكتائب في ثبات جأش له ثهلان قد خضعا، حكمت في الكفر سيفا لو هويت به يوما على كتد الأفلاك لن خلعا. صلى على محمد وعلى محمد. وأنت من حمت الإسلام وفرته ودرعت لبدتاه الدين فادرعا، وأنت من فجع الدين المبين به ومن بأولاده الإسلام قد فجع، وأنت أنت الذي لله ما فعل، وأنت أنت الذي لله ما صنع، وأنت أنت الذي لله ما وصل، وأنت أنت الذي لله ما قطع، وأنت أنت الذي للقبلتين مع النبي أول من صلى أول من صلى ومن ركع، وأنت أنت الذي في نفس مضجعه في ليل هجرته قد بات مضطجعا، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع. صلى الله عليه وسلم. وأنت أنت الذي يلقى الكتائب فيه ثبات جأش له ثهلان قد خضع، حكمت في الكفر سيفا لو هويت به يوما على كتد الأفلاك لن خلع، محدب يتراءى في مقعره موج يكاد على الآفاق أن يقع، أسلت من غمده نارا مروقة تجرع الكفر من راوقها جرعا، حكى الحمام حماما من حسامك في لسان نار على هاماتهم سجعا، بذي فقارك عنا أي فاقرة قصمتها ودفعت السوء فاندفعا، أراد سيفك في ليل العجاجة أن يروي السنا عن لسان الصبح فاندلعا، عالجت بالبيض أمراض القلوب ولو كان العلاج بغير البيض ما نجعا، والرعد قد ضن طرف البرق فيك كبا لما أغرت على العليا فقال لعا، نبذت للشرك شلوا في العراء لذا عليه نسر من الخذلان قد وقعا، والليل لما تسمى كافرا بشبا قرضاب بطشك قد غادرته قطعا، وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت حتى القطب لانقلعا. عبد الباقي العمري. وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت حتى القطب لانقلعا، باريت شمس الضحى في جنة بزغت في يوم بدر
بزوغ البدر إذ سطعا لله در فتى الفتيان من كفتا ضرع الفواطم في مهد الهدى رضعا لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر البراهين تعظيم بها قطعا ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برعا رعاه مولاه من راع لأمته لجده وأبيك الحق فيك رعا أخاك من عز قدرا أن يكون له أخا سواك إذا داع الإخاء دعا سمتك أمك بنت الليث حيدرة أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا. سمتك أمك بنت الليث حيدرة أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعة لك الكساء مع الهادي وبضعته وقرتي ناظريه ابنيك قد جمعا لئن توجع في يوم الطفوف لهم فما سوى الله والله اشتكى الوجعا قد خادعوا منك في صفين ذا كرم إن الكريم إذا خادعته انخدعا نهج البلاغة نهج عنك بلغنا رشدا به اشتث عرق الغي فانقمعا به دمغت لأهل البغي أدمغة لنخوة الجهل قد كانت أشر وعا كم مصقع من خطاب قد صقعت به فوق المنابر صقع الغدر فانصقعا ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمعا أبا الحسين أنا حسان مدحك لا أنفك أظهر في إنشائه البدعة وكل من راح للعلياء مخترعا جاء الثناء على علياه مخترعا عذرا فقد ذقت ضرعا عن إحاطته وكلما ذقت عن تحديده اتسعا وجوهر المدح في علياك رونقه بلية الدهر في لألائها نصعا مدح لقد خضعت كل الحروف له وكل صوت إلى إنشاده خشعا به أساجل أقواما وجالسهم فيذهبون بتهذيبي له شيعا مستنبط أو مستنبط من قليب القلب ينضحه فكر وهل تنزح الأفكار ما نبعا ربع ربيع المعاني في بطائحه ترى لسائمة الأفكار مرتبعا في كل بيت قصيد من مقاصده باب بمصرعه التخيل قد صرعا ثم الصلاة على الهادي وعترته صلوا على محمد.